أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله على ما أنعم، وله الشكر بما ألهم، والثناء بما قدم. من عموم نعم ابتداها، وسبوغ آلاء أزداها، وتمام منن أولاها. وصل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعمل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الجمع الكريم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فعنوان البحث: الدعاء سبيل الأولياء، الإمام الباقر عليه السلام انموذجا. وقد كان الداعي لكتابة هذا البحث هو أننا نعيش في زمن طغت فيه الماديات وشاعت المؤثرات والمطامع والرغبات، وكثرت الفتن وزادت المحن، وصار المؤمن يكابد أمر دينه ويصارع المصائب التي انهالت عليه من كل حدب وصوب، في ظل متغيرات متسارعة ومغريات متتابعة، حتى أصبح القابض على دينه كالقابض على جمرة، على حد تعبير الإمام الصادق عليه السلام. فصار على إثر ذلك بحاجة ماسة لما يعصمه من التصدعات والدعاوى الباطلات، وخير ما يعصم ويقي من الفتن والموبقات هو الارتباط بالله سبحانه وتعالى واللجوء إليه في كل صغيرة وكبيرة، فإنه الحكيم الحاكم والضار النافع، ولا ملجأ ولا ملاذ في هذا الكون سوى الله سبحانه وتعالى. وقد كان الدعاء بشرطه وشروطه بلسما ناجعا وسبيلا قويما لتوثيق العلاقة مع الله تبارك وتعالى ونيل عطائه، كما جاء ذلك في الكتاب والسنة، حيث قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وفي آية أخرى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ألا أدلكم على سلاح ينجيكم من أعدائكم ويدر أرزاقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تدعون ربكم بالليل والنهار، فإن سلاح المؤمن الدعاء. وقد اختير الإمام الباقر عليه السلام مثالاً وأنموذجاً لذلك ليسار بسيرته ويهتدى بهديه نظراً وعملاً، فإنه سليل النبوة وربيب العصمة والطهارة. وسأذكر بعضاً من نتائج البحث على نحو الإيجاز لكي لا أطيل على حضاراتكم الموقرة. فقد كان البحث عبارة عن مبحثين: تناول المبحث الأول الجنبة النظرية للدعاء من منظور الإمام الباقر عليه السلام، إذ حث سلام الله عليه على الدعاء وشدد على أن يكون منهجا للمؤمنين وطريقا لتوثيق العلاقة مع الله تبارك وتعالى. وقد استلت من أحاديثه عليه السلام أمور عديدة ومضامين جليلة رسم خلالها بعضاً من مفاهيم الدعاء، وأكد فيها على أن الدعاء من أفضل العبادات،
وأنه يدفع البلاء، وهو من أحب الأشياء إلى الله تبارك وتعالى، كما بيّن عليه السلام أن يكون إلحاح بالدعاء واستمرار في الشدة والرخاء، وأن يدعى في كل صغيرة وكبيرة. هذه وغيرها من المضامين التي ذكرت في خضم البحث هناك. وقد تناول البحث الثاني الجنبة العملية للدعاء في سيرة الإمام الباقر عليه السلام، حيث نقلت عنه عليه السلام العديد من الأدعية، منها في الشدائد، ومنها عند الخوف والكربات، ومنها في الصباح، ومنها في السجود، ومنها في القنوت. وقد اشتمل على مضامين عالية من أدب الخطاب مع الله تبارك وتعالى واللجوء إليه عز وجل، والتسليم بما يحكم به العزيز الحكيم، والصبر على تحمل المصائب والمحن كما بينت خلال البحث هناك. فعلمنا إمامنا الباقر عليه السلام قيمة الدعاء، أثر الدعاء، كيف يكون الدعاء، ومتى يكون الدعاء، إلى آخره من القيم الوفيرة. وختاما، تحية إجلال وإكرام لكل القائمين على هذا المنجز الكبير والحفل الكريم، شاكرا لهم دعوتهم وإتاحة هذه الفرصة الثمينة، سائلا المولى العلي القدير أن يمن علينا جميعا بقبوله هذا المجهود خير قبول. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.